في بعض الاخطاء بتتم من هنا وهناك، انما اللي انا قلته امبارح ان مصر مش هتنسى اولادها، بس مصر كمان في ظل الازمه دي عندها اولويات، وعندنا وزيره الحقيقه بترد بالتليفون على كل حد، ما بتنامش ال 24 ساعه. هي معايا على التليفون الوزيره المحترمه نبيله مكرم. سياده الوزيره كل سنه طيبه واهلا وسهلا بحضرتك. وحضرتك طيب، متشكره جدا. سياده الوزيره، في رحلات استثنائيه لمصر للطيران لاعاده 302 مصري من العالقين بامريكا، وفي كلام ان رئيس الوزاره قال لزميلنا مصطفى بكر انه اصدر تعليمات بعوده ركاب الرحله 611 من الكويت الاسبوع الحالي، وهيبقى في بعض الرحلات وكده يعني. طيب انا عايزه بس اطمن حضرتك والساده المشاهدين انه اللجنه اللي تم تشكيلها برئاسه دوله رئيس الوزراء وبعضويه الهجره والصحه والطيران والخارجيه بالتاكيد كلنا بنشتغل عشان نحط جدول زمني لاعاده العالقين. والحقيقه احنا هذه اللجنه فيها مستجدات، يعني احنا كل يوم عندنا مستجدات سواء من عدد المصريين اللي طلبوا العودة إلى أرض الوطن، عندنا مستجدات في خط سير الطيران، عندنا مستجدات في قبول الدول الأخرى بهبوط الطائرة المصرية لنقل المصريين وعودتهم، وعندنا أيضا شريحة أخرى يا أستاذ سيد اللي هي المخالفين للإقامات، الحالات المرضية والحالات الاستثنائية والإنسانية، عندنا أيضا حالات من اللي هم أنهوا أو تم إنهاء عقودهم في الخارج. بالتأكيد أن كل هذه الاستغاثات وكل الطلبات بترد إلى هذه اللجنة، وبنبتدي نشتغل على كل شريحة، ولكن احنا بنتكلم عن ظروف استثنائية، ظروف مش طبيعية، ان دولة تبتدي ان هي تستوعب كل القادمين، وزي ما حضرتك عارف اماكن العزل وتنظيمها والاعداد الجيد ليها، وايضا حماية الدولة من تفشي هذا الفيروس. بالتأكيد ان الدولة لا تغلق ابوابها امام اي مصري في الخارج عايز يرجع مرة اخرى الى بلده، ولكن احنا بنحط جدول زمني بيرفع في خلال هذا الاسبوع امام دوله رئيس مجلس الوزراء، مدخلين فيه يا استاذ سيد كل الشرائح اللي انا اتكلمت عليها. باكد ان الدوله ما بتميزش شريحه عن اخرى، ما عندهاش افضليه لشريحه عن اخرى، بطمن الحقيقه او دوله عن اخرى بالعكس احنا زي ما سيادة الرئيس قال حتى في بداية أزمة كورونا، المواطن وبعد كده الخسائر المادية، إنما المواطن بيأتي على أولوية هذه الدولة، وبعد كده أكد في كلمته على عودة جميع العالقين مرة أخرى إلى بلدهم. فبالتأكيد أن شغلنا واخد كل هذه الشرائح بالمستجدات والمعطيات اللي داخلة عندنا في اللجنة، وبنشتغل خلصنا الجدول الزمني المقترح وبنعرضه إن شاء الله هذا الأسبوع أمام دولة الرئيس، وبيتم الإعلان عنه وبالتأكيد موافاة السفارات والقنصليات حتى يتمكنوا من إبلاغ المواطنين. في هذا الجدول سيادة الوزيرة في بعض دول الخليج اللي ربما يكون في بعض الناس المحتجزين وعندهم بعض المشاكل الحقيقة ربما تكون نفسية أكتر منها، يعني عايزه اطمن يا استاذ سيد منطقه الخليج. بالتاكيد احنا عندنا اكبر تجمع للمصريين في العالم في منطقه الخليج، وخاصه المملكه العربيه السعوديه والكويت. بطمن اهالينا في الكويت وفي المملكه العربيه السعوديه انه الدوله بتنظر لكم بمنتهى الجديه زي الشرائح الاخرى، والاستغاثات والطلبات عندنا وزي ما انا قلت بنرفعها لدوله الرئيس، انما بأوصيهم بحاجة من فضلك يا أستاذ سيد. فضل. نشر الشائعات والإساءات في قلة الحقيقة بتاخد الظروف الاستثنائية اللي الدولة بتمر بيها، والحرب بتزداد شراسة في هذه الظروف الاستثنائية فيما يتعلق بزعزعة ثقة المواطن بدولته وبالإجراءات اللي هي بتقوم بيها. عشان كده بطمن أهالينا في الكويت وأهالينا في المملكة، الدولة بالعكس مقدرة دوركم، عارفة كويس جدا الظروف الصعبة اللي حضراتكم بتمروا بيها، ولكن أنا كمواطنة أنا عايز أنزل النهاردة قبل بكرة، إنما أنا مش شايفة إجراءات الدولة، مش شايفة السياسة أو الاستراتيجية بتاعة الدولة اللي بتتحرك بيها، إنما أنا بطمنهم إن هذه الاستراتيجية شغالة على جدول نقدر نرجع فيه كل العالقين، وخاصة من
المخالفي الإقامة ومن المنتهي عقودهم في منطقة الخليج العربي، علشان في النهاية مصر زي ما أنا قلت عمرها ما تقفل بابها قدام ولادها. ده مصر كانت بتستضيف يا أستاذ سيد الجاليات الأجنبية وعمرها ما رفضت حد إنه يجي يحتمي فيها. يا فندم احنا عندنا في حدود 6-7 مليون ضيف شقيق عربي موجود في القاهرة وفي مصر، هم ضيوف مش لاجئين ولا حاجة. مظبوط، عشان كده بوصي أهالينا خاصة في الكويت بقول لهم اطمنوا إن شاء الله هترجعوا بلدكم، جدول زمني محطوط، حضراتكم داخلين في هذا الجدول الزمني بيتعرض على دولة رئيس الوزراء بيتم التصديق عليه واعتماده في خلال هذا الأسبوع، ويتم الإعلان عن جميع الرحلات وخطوط السير إن شاء الله. شاكر فضلك المحترمة وزير الدولة شنو الهجرة الوزيرة نبيلة مكرم، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. طيب أنا يعني الحقيقة في عندي بقى بحاول قدر الإمكان وأنا شغال